This is the story of a Bedouin village in Egypt's Sinai Desert. It's 11 o'clock in the morning, and usually everyone gathers to drink tea. But today is not the case. They have run out of a vital ingredient, sugar. In the desert, everyone drinks tea. Without exception. The Bedouin drink their tea sweet. Very sweet. Tea without sugar is simply unthinkable. This is why today no one is drinking tea. Although they may look concerned, it's far from being a problem, because today is delivery day. Every 2 months, a car comes 300 kilometers from the nearest town to deliver essential goods. This is what they are waiting for. نسيت اخي نسيت كافي السكر لا لا انا ابوها من سنه ارخلي انا نسيت وين كيف نسيت انا حطيت حطيته في الكرتون طب تعال فكر طب روح انت فكر وانا الكرتونه وانا الكرتونه وانا السكر بس بقول لك سكر ما فيش هنا هير عين السكر ما فيش سكر اسمع الكلام انت بكره الصبح بدري راح يجيبه من هاسم بقول لك شو جمال انا نسيت اتاكد شو جمال يجيب السكر خلاص لا بلا هيجيب لا مش هيجيب شمشم شوف بكره ان شاء الله هشاي علق خلاص انا هشاي ماشي شهر هشاي على لا هشاي لا 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 وكيل لا ما اجيب لنا سكر سلام بكره الظهر هيكون عندك ان شاء الله نعم ماشي لا بيجي لا بقول لك ما جاي لا بيجي خلاص بكره هيجيب عبرت حاجة سمسم ما في عبرت من سمسم سمسم ميه وجاي بكرة ولا بعد حتى سمسم ده اسمه سمسم الكسلان اسمه سمسم التعبان قولك يجي اليوم يجي بقى يقعد سبوع سبوعان شهر شهران ثلاثة سنة ممكن يقعد سنة سمسم انا سمسم يا ودي اللي اشوف ولا اشرب من دم وجغم يا زلمة وانا يا الله لك سم سكر سكر يا سم سم سكر شكرا يا سم سم شكرا يا سم سم Thank you.
قبل